أبحث نائب الأمين العام للجامعة العربية سفير أحمد بن حلي تطورات الأوضاع في اليمن مع المبعوث الأممي الخاص إسماعيل والشيخ أحمد والذي يزور القاهرة حاليا. استعرض الجانبان نتائج مؤتمر الرياض حول إنقاذ اليمن وتنسيق الجهود المشتركة بين الأمم المتحدة والجامعة العربية لدعم الحل السياسي والجهود الإنسانية من أجل إغاثة اليمنيين. قال البيت الأبيض إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيدعم القوى البرية متعددة الطوائف في العراق، وذلك في جهودها لاستعادة مدينة الرمادي من أيدي تنظيم داعش. ومن جانبه جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما التزام بلاده بمساندة حكومة العراق، كما رحب بقرار مجلس الوزراء العراقي حول الإسراع في تدريب وتجهيز العشائر بالتنسيق مع السلطات في محافظة الأنبار وبتوسيع عملية التجنيد بالجيش العراقي. هذا وقد شن طيران التحالف الدولي 14 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش في 3 محافظات عراقية، وأدت إلى تدمير مركبات وحفار قرب مدينة الرمادي، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 10 ضربات أخرى في مناطق قرب بيجي وسنجار والفلوجة وبلدات أخرى. سيطرت المعارضة السورية المسلحة على معسكر المسطومة بالكامل بريف إدلب بعد معارك عنيفة مع قوات النظام المتمركزة فيه. وصلت عناصر المعارضة الزحف باتجاه مدينة أريحة بعد سيطرتها على عدة حواجز استراتيجية في جبل الأربعين المطل على المدينة. وهذه النشرة متواصلة معكم وفيها بعد قليل. من طنطا بطل إفريقيا في الشطرنج بدون مدرب ويسعى لتحقيق إنجاز عالمي.